رمضان شهر القرآن، فيه كانت بداية نزول القرآن الكريم، ثم نزل بعد ذلك على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين السماء جبريل، منجما متفرقا على مدار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نستعرض مع حضراتكم باختصار شديد جدا كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك جزء من أجزاء القرآن الكريم، نتعرف من خلاله على أسباب النزول للآيات. تابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وشير حتى ينتشر العلم ويعم الخير. صلى الله على محمد. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة. ثم قرأ ابن عمر: ولله المشرق والمغرب، وقال: في هذا نزلت هذه الآية. وأخرج الحاكم عنه قال: أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في التطوع. وقال: صحيح على شرط مسلم، وقد اعتمده جماعة، لكنه ليس فيه تصريح بذكر السبب، بل قال: أنزلت في كذا، وقد ورد التصريح بسبب نزولها. رقم 49. أخرج ابن جرير عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، وكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب في ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: ولله المشرق والمغرب، وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. إسناده قوي والمعنى أيضا يساعده فليعتمد. رقم 50. أخرج الترمذي عن عاصم عن عبد الله عن عبد الله بن عامر عن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الترمذي: غريب. رقم 51. أخرج الدارقطني عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة، هي ها هنا قبل الشمال. فوصلوا وخطوا خطوطا، وقال بعضنا: القبلة ها هنا قبل الجنوب. فصلوا وخطوا خطوطا، فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وأنزل الله: ولله المشرق والمغرب. رقم 52. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة، فصلوا ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه، فأنزل الله هذه الآية: ولله المشرق والمغرب. رقم 53. أخرج ابن جرير عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم قد مات، يعني النجاشي، فصلوا عليه.
قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم، فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية، قالوا فإنه كان لا يصلي إلى القبلة، فأنزل الله ولله المشرق والمغرب الآية. غريب جدا. وهو مرسل أو معضل 54 عن مجاهد قال: لما نزلت ادعوني أستجب لكم، قالوا إلى أين، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون، البقرة 118 رقم 55، أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قال رافع ابن خزيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك: وقال الذين لا يعلمون الآية. قوله تعالى: إنا أرسلناك، البقرة 119. قال عبد الرازق عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فما ذكرهما حتى توفاه الله. حديث مرسل. وخرج ابن جرير عن داود ابن أبي عاصم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: أين أبواي؟ فنزلت. مرسل أيضا. قوله تعالى: ولن ترضى، البقرة 120. أخرج الثعلبي عن ابن عباس قال: إن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وألبوا أن يوافقهم على دينهم. فأنزل الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الآية. قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، البقرة 125. روى البخاري وغيره عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخلن عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت كذلك له طرق كثيرة، منها ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم. قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، رقم 61 عن عمر بن الخطاب أنه مر من مقام إبراهيم فقال: يا رسول الله، أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم نلبث إلا يسيرا حتى نزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وظاهر هذا وما قبله أن الآية نزلت في حجة الوداع. قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، البقرة 130. قال ابن عيينة: روي أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجرا إلى الإسلام، فقال لهما: لقد علمتما أن الله تعالى قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد، فمن آمن به فقد اهتدى ورشد، ومن لم يؤمن به فهو ملعون. فأسلم سلمة وأبا مهاجر. فنزلت فيه الآية. قوله تعالى:
وقالوا كونوا هودا. البقرة 135. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال ابن سوريا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله فيهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. البقرة من 142 و145 الآيات. قال ابن إسحاق: حدثني إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجل من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا قبل بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس، إلى آخر الآية. له طرق نحوه 65 في الصحيحين عن البراء: مات على القبلة قبل أن تحول رجال، وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. 66. أخرج ابن جرير بأسانيده قال: لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس، قال المشركون من أهل مكة: تحير على محمد دينه، فتوجه بقبلته إليكم، وعلم أنكم أهدى منه سبيلا، ويوشك أن يدخل في دينكم. فأنزل الله: لئلا يكون للناس عليكم حجة. الآية. قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل. الآية 154. أخرج ابن مندة في الصحابة من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قتل تميم ابن الحمام ببدر، وفيه وفي غيره نزلت: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. قال أبو نعيم: اتفقوا على أنه عمير ابن الحمام، وأن السدي صحفه. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. البقرة 158. خرج الشيخان وغيرهما عن عروة عن عائشة قال: قلت: أرأيت قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. رقم 69. أخرج البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنسا عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. رقم 70. أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: كانت الشياطين في الجاهلية
تطوف الليل أجمع بين الصفا والمروة، وكان بينهما أصنام لهم. فلما جاء الإسلام قال المسلمون: يا رسول الله، لا نطوف بين الصفا والمروة، فإنه شيء كنا نصنعه في الجاهلية. فأنزل الله هذه الآية، قوله تعالى: إن الذين يكتمون البقرة 159 الآية. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: سأل معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وخارج بن زيد نفرا من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم، فأنزل الله فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. قوله تعالى: إن في خلق السماوات البقرة 164 الآية 72. أخرج سعيد بن منصور في سننه عن أبي الضحى قال: لما نزلت: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، تعجب المشركون وقالوا: إلها واحدا، لئن كان صادقا فليأتنا بآية. فأنزل الله: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله: لقوم يعقلون. قلت: هذا معضل لكن له شاهد. رقم 73. أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله: لقوم يعقلون. 74. عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعل الصفا ذهبا نتقوى به على عدونا. فأوحى الله إليه: عد، إني معطيهم، ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: ربي دعني وقومي، فأدعوهم يوما بيوم. فأنزل الله هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وكيف يسألونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم. قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا البقرة 170. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته، فقال رافع ابن حريملة ومالك ابن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم وخيرا منا. فأنزل الله في ذلك: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله الآية. قوله تعالى: إن الذين يكتمون البقرة 174. أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، والتي في آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله، نزلت جميعا في يهود. 77. أخرج الثعلبي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود وعلمائهم، كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضل، وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم. فلما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم من غيرهم، خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم، فعمدوا إلى صفة محمد صلى الله عليه وسلم فغيروها، ثم أخرجوها إليهم وقالوا: هذا نعت النبي
الذي يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبي. فأنزل الله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. الآية قوله تعالى: ليس البر. البقرة 177. قال عبد الرازق: أنبأنا معمر عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب والنصارى قبل المشرق، فنزلت: ليس البر أن تولوا وجوهكم. الآية رقم 79. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية مثله. رقم 80. أخرج ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا، فدعا الرجل فتلاها عليه، وكان قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم مات على ذلك يرجى له ويطمع له في خير. فأنزل الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وكانت اليهود توجهت قبل المغرب والنصارى قبل المشرق. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. البقرة الآية 178. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبير قال: إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، وكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدد والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا بالرجل منهم، فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه. البقرة 184. خرج ابن سعد في طبقاته عن مجاهد قال: هذه الآية نزلت في مولاي قيس بن السائب: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فأفطر وأطعم لكل يوم مسكينا. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني. البقرة الآية 186. أخرج ابن جرير عن الصلت ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت عنه. فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية رقم 84. خرج عبد الرازق عن الحسن قال: سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني. الآية مرسل وله طرق أخرى. 85. أخرج ابن عساكر عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا عن الدعاء، فإن الله أنزل علي: ادعوني أستجب لكم. فقال رجل: يا رسول الله، ربنا يسمع الدعاء أم كيف ذلك؟ فأنزل الله في ذلك: وإذا سألك عبادي عني. الآية 86. أخرج ابن جرير عن عطاء ابن أبي رباح أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قالوا: لا نعلم أي ساعة ندعو. فنزلت: وإذا سألك عبادي عني، إلى قوله يرشدون. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام. البقرة 187. روى أحمد أبو داود والحاكم عن معاذ ابن جبل قال: كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا.
ثم إن رجلا من الأنصار يقال له قيس ابن صرمة صلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح مجهودا. وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا الحديث مشهور عن أبي ليلى، لكنه لم يسمع من معاذ وله شواهد. 88 أخرج البخاري عن البراء قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيسا ابن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ فقالت: لا، ولكني أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عينه وجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. 89 أخرج البخاري عن البراء قال: لما نزل صوم شهر رمضان كله، فكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. الآية رقم 90. وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كعب ابن مالك عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام، حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده، فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت. قال: ما نمت. ووقع عليها وصنع كعب مثل ذلك. فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزلت الآية قوله تعالى: من الفجر. البقرة 187. روى البخاري عن سهل بن سعد قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد: من الفجر. فعلموا إنما يعني الليل والنهار. قوله تعالى: ولا تباشروهن. خرج ابن جرير عن قتادة قال: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إنشاء، فنزلت: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قوله تعالى: ولا تأكلوا. خرج ابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبير قال: إن امرئ القيس ابن عابس وعبدان ابن أشعث الحضرمي اختصما في أرض، وأراد امرئ القيس أن يحلف، ففيه نزلت: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة. البقرة الآية 189. خرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فنزلت هذه الآية. وخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله، لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة. رقم 96. أخرج أبو نعيم عن ابن عباس: إن معاذا ابن جبل وثعلبة ابن غنم قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو أو يطلع دقيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم
لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على حال واحد. فنزلت يسألونك عن الأهلة، قوله تعالى: وليس البر البقرة 189. روى البخاري عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، الآية رقم 98. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة ابن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة ابن عامر رجل فاجر، وإنه خرج معك من الباب. فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رجل أحمسي. قال له: فإن ديني دينك. فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، رقم 99. أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه 100. أخرج الطيلسي في مسنده عن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. 101. أخرج عبد ابن حميد عن قيس بن حبشر النهشلي قال: كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتا من قبل بابه، وكانت الحمس بخلاف ذلك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا ثم خرج من بابه، فاتبعه رجل يقال له رفاعة ابن تابوت ولم يكن من الحمس، فقالوا: يا رسول الله، نافق رفاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قال: تبعتك. قال: إني من الحمص. قال: فإن ديننا واحد. فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، البقرة 190. أخرج الواحدي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت الحرام ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه القابل، فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا أن لا تفي قريش بذلك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم، وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام، فأنزل الله ذلك. 103. أخرج ابن جرير عن قتادة قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي، حتى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون، وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع من عامه ذلك ثم يرجعوا من العام المقبل. فلما كان العام المقبل أقبل وأصحابه حتى دخلوا مكة معتمرين في ذي القعدة، فأقام بها 3 ليال، وكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه، فأخصه الله منهم فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه، فأنزل الله: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، البقرة الآية 195. روى البخاري عن حذيفة قال: نزلت هذه الآية في النفقة. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي أيوب الأنصاري قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام
وكثر ناصروه. قال بعضنا لبعض سرا: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. 106. أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي جبير بن الضحاك قال: كانت الأنصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله، فأصابتهم سنة فأمسكوا، فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية. 107. وخرج أيضا بسند صحيح عن النعمان ابن بشير قال: كان الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفر لي، فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وله شاهد عن البراء أخرجه الحاكم قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. البقرة 196. أخرج ابن أبي حاتم عن صفوان ابن أمية قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضخما بالزعفران عليه جبة، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله: وأتموا الحج والعمرة لله. فقال: أين السائل عن العمرة؟ قال: ها أنا ذا. فقال له: ألق عنك ثيابك، ثم اغتسل واستنشق ما استطعت، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قوله تعالى: فمن كان مريضا. البقرة 196. روى البخاري عن كعب بن عجرة أنه سئل عن قوله: ففدية من صيام، قال: قملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. 110. وأخرج أحمد عن كعب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، وقد حصرنا المشركون، وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي، ومر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ فأمره أن يحلق. قال: ونزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. 111. أخرج الواحدي من طريق عطاء عن ابن عباس قال: لما نزلنا الحديبية جاء كعب ابن عجرة تنثر هوام رأسه على وجهه، فقال: يا رسول الله، هذا القمل قد أكلني. فأنزل الله في ذلك الموقف الآية قوله تعالى: وتزودوا. البقرة 197. روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون. فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قوله تعالى: ليس عليكم جناح. البقرة 198. روى البخاري عن ابن عباس قال: كانت عقاز ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. 114. خرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: لا
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. قوله تعالى: ثم أفيضوا، البقرة 199. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت العرب تقف بعرفة، وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة، فأنزل الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. 116. خرج ابن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كانت قريش يقفون بالمزدلفة، ويقف الناس بعرفة إلا شيب بن ربيعة، فأنزل الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قوله تعالى: فإذا قضيتم البقرة، الآية 200. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم، يقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. 118. أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجمرة وذكروا آباءهم في الجاهلية وفعال آباءهم، فنزلت هذه الآية. 119. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاء وحسن، ولا يذكرون من أمر الآخرة شيئا. فأنزل الله فيهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ويجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك، البقرة 204. 120. خرج ابن أبي حاتم من طريق سعد أو عكرمة عن ابن عباس قال: لما أصيبت السرية التي فيها عاصم ومرثد، قال رجلان من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا، لا هم قعدوا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله: ومن الناس من يعجبك قوله، الآية 121. خرج ابن جرير عن السدي قال: نزلت في الأخنس ابن شريق، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر له الإسلام، فأعجبه ذلك منه، ثم خرج فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر، فأنزل الله فيه الآية. قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه، البقرة 207. 122. أخرج الحارث ابن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتشل ما في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأيما الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: ربح البيع أبا يحيى. ونزلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. 123. أخرج الحاكم في المستدرك نحوه من طريق ابن المسيب عن صهيب موصولا، وأخرج أيضا نحوه من مرسل عكرمة، وأخرجه أيضا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وفيه التصريح بنزول الآية.
وقال صحيح على شرط مسلم 124، وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال نزلت في صهيب وأبي ذر وجندب ابن السكن أحد أهل أبي ذر. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، البقرة 208. أخرج ابن جرير عن عكرمة قال قال عبد الله بن سلام وثعلبة ابن يمين وأسد وسيد ابن كعب وسعيد وابن عمرو وقيس ابن زيد كلهم من يهود يا رسول الله يوم السبت يوم نعظمه، فدعنا لنثبت فيه، وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل. فنزلت يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الآية. قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، البقرة 214. قال عبد الرازق أنبأنا معمر عن قتادة قال نزلت هذه الآية في يوم الأحزاب، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بلاء وحصر. قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، البقرة 215. خرج ابن جرير عن ابن جري قال سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يضعون أموالهم، فنزلت يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير الآية 128. أخرج ابن المنذر عن أبي حيان إن عمرو ابن الجموح سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها، فنزلت. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، البقرة 217. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن جد بن عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية. فقال بعضهم إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر، فأنزل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قوله تعالى يسألونك عن الخمر الآية 119، يأتي حديثها في سورة المائدة إن شاء الله. قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون، أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها، فأنزل الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 131. أخرج أيضا عن يحيى أنه بلغه أن معاذ ابن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا، فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى، البقرة 220. أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى الآية. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، البقرة 221. خرج ابن المنذر وابن أبي حاتم الواحدي عن مقاتل قال نزلت هذه الآية في ابن أبي مرثد الغنوي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها
وهي مشركة وكانت ذات حظ وجمال، فنزلت قوله تعالى: ولا أمة مؤمنة، البقرة 221. أخرج الواحدي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فلطمها، ثم أنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال: لأعتقنها ولا أتزوجنها، ففعل. فطعن عليه ناس وقالوا: ينكح أمه. فأنزل الله هذه الآية. وخرجه ابن جرير عن السدي منقطعا قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، البقرة 222. روى مسلم عن أنس: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن المحيض، الآية، فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. 136. أخرج البارودي في الصحابة من طريق ابن أبي إسحاق عن محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس إن ثابت ابن الدحداح سأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: ويسألونك عن المحيض، الآية. وأخرجه ابن جرير عن السدي نحوه قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، البقرة 223. روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وعن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئا. فأنزل الله هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. 139. وأخرج ابن جرير وأبو يعلي وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري إن رجلا أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس عليه ذلك فأنزلت: نساؤكم حرث لكم. 140. وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: أنزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن. 141. أخرج الطبراني في الأوسط بسند جيد عنه قال: إنما أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم: نساؤكم حرث لكم، رخصة في إتيان الدبر. 141. خرج أيضا عنه إن رجلا أصاب امرأة في دورها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك الناس فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم. 142. خرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: إن ابن عمر والله يغفر له، وهم إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، كانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. كان من أمر أهل الكتاب أنهم لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك، وكان هذا الحي من قريش أشرحون النساء شرحا ويتلذذون منهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف. فسرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: السبب الذي ذكره ابن عمر في نزول الآية مشهور، وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه. قوله تعالى:
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. البقرة 224. خرج ابن جرير من طريق ابن جريج قال: حدثت أن قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية نزلت في أبي بكر في شأن مصطح، قوله تعالى والمطلقات يتربصن البقرة 228. خرج أبو داود وابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله العدة للطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 145. ذكر الثعلبي وهبة الله بن سلامة في الناسخ عن الكلبي ومقاتل إن إسماعيل بن عبد الله الغفاري طلق امرأته قتيلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بحملها، ثم علم راجعها فولدت فماتت ومات ولدها، فنزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قوله تعالى الطلاق مرتان البقرة 229 الآية. خرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة وأكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قوله تعالى ولا يحل لكم البقرة 229. خرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قال: كان الرجل يأكل مال امرأته من نحله الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه جناحا، فأنزل الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية في ثابت ابن قيس وفي حبيبة، وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فدعاه فذكر ذلك له قال: وتطيب لي بذلك؟ قال: نعم. قال: قد فعلت. فنزلت ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا الآية. قوله تعالى فإن طلقها البقرة 230. خرج ابن المنذر عن مقاتل ابن حيان قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك وهو ابن عمها، فطلقها طلاقا بائنا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرزي فطلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني، أفأرجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى يمس. ونزل فيها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها بعدما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف الآية 231. خرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها، يفعل ذلك يضارها ويعضلها، فأنزل الله هذه الآية. 151. أخرج عن السدي قال: نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت ابن يسار طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا 2 أو 3 راجعها ثم طلقها مضارة، فأنزل الله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا الآية 231. أخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردوية عن أبي الدرداء قال:
كان الرجل يطلق ثم يقول لعبت، ويعتق ثم يقول لعبت. فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وخرج ابن المنذر عن عبادة بن الصامت نحوه، وخرج ابن مردويه نحوه عن ابن عباس، وخرج ابن جرير نحوه من مرسل الحسن. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء الآية 232 البقرة، روى البخاري عن معقل ابن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين فكانت عنده، ثم طلقها تطليقا ولم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، فخطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا. فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه، فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن، إلى قوله وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه وقال أزوجك وأكرمك. وأخرجه ابن مردويه من طرق كثيرة 154. ثم أخرج عن السدي قال نزلت في جابر ابن عبد الله الأنصاري وكانت له ابنة عم، فطلقها زوجها تطليقا فانقضت عدتها، ثم رجع يريد رجعتها، فأبى جابر فقال طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية، وكانت المرأة تريد زوجها قد رادته، فنزلت هذه الآية والأول أصح وأقوى. قوله تعالى حافظوا على الصلوات البقرة الآية 238. خرج أحمد والبخاري في تاريخه عن زيد بن ثابت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، وكانت أثقل الصلاة على أصحابه، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 156. أخرج أحمد والنسائي وابن جرير عن زيد بن ثابت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم. فأنزل الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 157. رجا الأئمة الستة وغيرهم عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام 158. أخرج ابن جرير عن مجاهد قال كانوا يتكلمون في الصلاة، وكان الرجل يأمر أخاه بالحاجة، فأنزل الله وقوموا لله قانتين. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا البقرة الآية 240. خرج ابن إسحاق ابن رهوي في تفسيره عن مقاتل ابن حيان إن رجلا من أهل الطائف قادم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه ومرأته، فمات بالمدينة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف، ولم يعط امرأته شيئا غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من ترك زوجها إلى الحول. وفيه نزلت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية. قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف الآية 241. خرج ابن جرير عن ابن زيد قال لما نزلت ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل. فأنزل الله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله البقرة 245. روى ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عمر قال لما نزلت
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة إلى آخرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. فنزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، البقرة الآية 256. رمضان أهلا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان.